عليكم وحياكم الله في الحفل الختامي للمشاريع المتأهلة من برنامج تفعيل أندية ريادة الأعمال للجامعات. هدفنا رفع جودة التعليم في المملكة العربية السعودية بناء على رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة. طبعاً لله الحمد عندنا نماذج فعالة في أجهزة اللابتوبات وأجهزة الجوالات. صاحب المنشأة يدير العملية ويتواصل مع زبائنه بشكل مباشر. حاب أسمع منك نموذج الدخل من وين راح يجي لك أرباحي. بعض المرات مو لازم انك تسوي تطبيق كامل او تحل المشكلة كاملة. اذا عندك اهتمام انك تنضم لشركة من الشركات هذه وتتعلم اسرار الصنعة، اسرار المشاريع الناشئة.